من أول ما يبدو من علامات الساعة الكبرى، بعد أن تمتلئ الأرض جورا وظلما، يبعث الله الإمام محمد بن عبد الله المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا. ثم هذا إنسان له مدعي ولاه متطلع للإمارة ولا طالب لها، إنسان تقي مؤمن من آل بيت النبي، خاضع زاهد منيب واسع العلم بالكتاب والسنة، صاحب سند ومعرفة، يهيئه الله تعالى ويصلحه في ليلة، يعرف بالعلامات فيدعى لأن يتولى الأمر للإنقاذ الأمة، فيهاب الأمر ويخاف ويهرب، حتى ذكرني أنه يهرب من مكة إلى المدينة ثم يعود. ويتعجبون في الحديث أنه ذكر في نفس اليوم يروح المدينة ومكة، مع أن ذلك الأيام ما في وسائل نقل، إذا واحد يروح المدينة يبغى 8 أيام ويرجع 8 أيام ثانية، وهذا في نفس اليوم يروح ويجي. ثم عند ما يلوذ مجد أخيار الأمة بكبار أهل النور فيهم السر، يستيقنون صفاته ويقولون هذا صاحبه، فيأتون إليه يقولون لا متى تترك الأمة في هذا الحال، تبايعوا إلا نخرج لك السيوف، فيقصد هنا ما بين الركن والمقام عند الكعبة، ها كأني به بين المقام وركنها، يبايعه من كل صف مباركه، به ينعش الرحمن ملة جده وتحيا معالم دينه ومناسكه. لا مدعي ولا متكبر ولا راغب في دنيا، ولا يقول للناس بايعوني ولا تعالوا عندي، ولا هو حق سياسة ولا حق خساسة ولا حق شيء من هذه الأشياء، تقي نقي عابد جاهد متقي، يهيئه الله للأمانة فيحملها ويقوم بها على وجهها، حتى مع اضطراب أحوال الناس يتوجه إليه جيش يريدون مقاتلته، حتى إذا كانوا بين المدينة ومكة في الصحراء خسف بهم، فيخسف بأولهم وآخرهم.